الله قالها في القرآن. شوفوا الآية هذه ما أجملها، يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، الآن ما استثنى أحد، ذكور وإناث، عمل صالحا، لكن اشترط بعدها شرط، قال وهو مؤمن. ممكن أن تنفق وأنت ترائي ما تحقق لك السعادة، ممكن تبر بوالديك بس عشان الناس يفكونك شرهم ما تحقق السعادة، ممكن تصلي لكن ما تصلي إلا خائف من الناس ما تحقق السعادة. إذن الشرط في العمل الصالح أن تكون مؤمن صادق مع الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ماذا له يا رب؟ قال فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الآن شوف، ضمن لك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. كيف؟ سعادة الدنيا بالحياة الطيبة، ممكن تكون على عربية وشل الرباعي وتعيش الحياة الطيبة. لماذا؟ البال مرتاح. والآخرة ضمنها لك كيف؟ لما قال نجزينهم أجرهم، متى الإنسان يأخذ الأجرة؟ بعد نهاية العمل، أليس كذلك؟ فأنت إذا أقبلت على الله يعطيك الله الأجر. هنا الله أعطاك شيء جميل، ما هو؟ قال بأحسن ما كانوا يعملون. تدري إيش معنى الكلام هذا؟ يعني ينظر إلى صيامك يوم القيامة، كم صمت من سنة؟ صمت مثلا 40 سنة، ينظر إلى أحسن صيام صمته فتأخذ الأجور بناء عليه، ما يؤخذ على أسوأ صيام، لا، أفضل صيام. وهذا من عطاء الله لمن رضي الله عنه. فهمت النقطة هذه؟ يعني يؤخذ أفضل عمل ويسحب عليه باقي الأعمال، وهذا عطاء الله عز وجل. الإنسان عندما يضمن هذا الأمر ألا يتحقق له السعادة؟ تتحقق له السعادة. الأمر الثاني اللي يحقق للسعادة راحة البال. لا تشغل بالك يا أخي، بعض الناس سبحان الله العظيم دائما متوتر، دائما مهموم، شايل هم الرزق، شايل هم الحياة، شايل هم الأولاد، شايل هم الصحة، كل يوم هو تلقاه في تحليل وكل. يا أخي لا، ريح بالك، ريح، لن يحدث إلا ما كتبه الله، ابذل الأسباب واجتهد، لكن لا تشغل بالك. ليش تحرق أعصابك؟ ليش تريد أن تحمل الدنيا كلها على رأسك؟ وسع صدرك يا أخي، الدنيا لا تستحق كل هذا العطاء الذي تبذله. تجد الإنسان بعض الأحيان يشتغل 18 ساعة في اليوم، ليه؟ قال يا أخي بأمن مستقبل الأولاد. يا أخي مستقبل الأولاد بيد الله، ما هو بيدك. ريح بالك وارتح، خذ فترة راحة، متع نفسك، نفسك هذه تحتاج إلى وقت ترتاح فيه. الثالثة القناعة. يلا من يستطيع أن يحصل على القناعة؟ هذا الشيء الذي صعب جدا أنك تحصل عليه. من منا يستطيع أن يقنع بما لديه من المال وما لديه من الصحة وما لديه من البيت وما لديه من الأولاد؟ هل حنا الآن مثلا في حياتنا ننظر إلى من هم أقل منا في الدنيا، أو دائما ننظر إلى من هم أعلى منا؟ ولذلك إذا كنا ننظر إلى من هم أعلى سنتعب، لأن إمكانياتك ما تؤهلك إنك تصل إلى ما هو أعلى، ولذلك ستتعب. عشان كذا قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، من كانت الآخرة همه. شوف الآن رجعنا إلى طاعة الله، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. لذلك يا أخواني أبعطيك أنا 6 وصايا سريعة طبقها في حياتك، والوصايا كثيرة لكن إن شاء الله نجعلها في أكثر من خطبة. لا تؤجل السعادة، لا تؤجل السعادة، عش السعادة في لحظتها. يعني لا تربط سعادتك بالنتائج. بعض الناس يقول أنا ما راح أكون سعيد حتى أتوظف، فيبدأ في نكد حتى يتوظف. لا، عش يومك، عش لحظتك، عش الوقت اللي أنت تعيش والفرص اللي تعيشها، ارتاح. لذلك لا تؤجل السعادة، كل ما جاتك فرصة أنك تكون سعيد اسعد فيها، انبسط، ريح نفسك، وسع صدرك، لكن تجنب الحرام وخلك في دائرة الحلال ترتاح بإذن الله تعالى. هذا يدفعنا إلى الأمر الثاني، ما هو؟ اقتنص الفرص. عندك أم وأب استغلهم، تقرب منهم، اكرمهم، وهو مؤمن انتبه. لماذا؟ لأن هذول بابك إلى الله عز وجل. عندك مثلا صحة وفراغ، عندك وقت،
استثمر نعمتان مغبون عليها كثير من الناس، الصحة والفراغ. الآن أنت فيك شباب، فيك وقت، فيك صحة، لكن يمكن ما عندك مال. بكرة إذا شيبت بيصير عندك مال، لكن ما في صحة ولا فيه وقت مشبوع، أو عندك وقت وعندك مال لكن ما في صحة. هذا ضيع عمره وهو يبني، وذاك ضاع عمره وهو يبني. لا لا، استمتع واستغل الفرص التي تأتيك. عندك صديق طيب، استمتع معه إذا كان صالح. عندك فرصة أنك تذهب في عمل خيري، اذهب. عندك فرصة أنك تعمل في سعادة إنسان، اعمل. عندك فرصة أنك تبني مسجد، ابن. عندك فرصة أنك تسعد إنسان، اسعد. عندك فرصة أنك تفرج عن مكروه، فرج. استثمر الفرص، ترى هذه تجلب لك السعادة. ثالثا، اغلق الملفات المفتوحة. كيف يعني؟ حين بعض الناس ما الذي لخبط حياته؟ عليه مخالفات ما سددها، يقول بعدين. الأجار متأخر، يقول بعدين. فلان يبغى منه مبلغ، إيه بعدين. زملائه بينهم مخاصمة، هو يقول إيه بعدين. كلش بعدين بعدين بعدين. فلما يجلس مع نفسه ويبدأ يفكر بهذا وهذا وهذا، يأتيه النكد. لا لا لا، سكر ملفاتك أول بأول. حاول أن الشيء ما يتراكم. التراكمات هذه تتعب روحك، وأنت روحك رقيقة ما تتحمل. اغلق هذه الملفات وريح بالك. الرابعة، جاء عن حبر من أحبار بني إسرائيل، اسمع، كان يناجي ربه فيقول: يا ربي كم أعصيك ولا تعاقبني. يعني أنا غرقان في الذنوب ومع ذلك ما شفت منك أي عقاب. فأوحى الله إلى نبي ذلك الوقت وقال: قل له كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ أما سلبتك حلاوة المناجاة؟ أما حرمت لذة العبادة؟ أما رأيت أنك لا تستطيع أن تستمتع بآية؟ أليس هذا حياة بعض الناس؟ ما يستطيع، هو يظن أنه سعيد وغردان في الذنوب، بينما هو يجد نسي أنه ما يستطيع أن يقوم يصلي الفجر مع الجماعة، ما أعانه الله. نسي أنه ما يستطيع أن يصلح ما بينه وبين الناس، ما أعانه الله. انتبه، فتش دائما في نفسك. إذا رأيت في نفسك كسل عن الطاعة، ترى يمكن أنك محروم ومعاقب وأنت ما تشعر. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. خليك إنسان محسن يا أخي، خلي يدك عليا. ترى الإحسان لا يشترط أن يكون بالمال، في شفاعة حسنة، في خدمة، في نصيحة، في توجيه، في إرشاد، في قضاء حوائج. يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاك قاعدة جميلة: الدال على الخير كفاعله. أنت ما تقدر أنك تفرج كروة فلان، ساعد، وصل الغني بالفقير. خليك إنسان نافع، هذا من الإحسان. الإحسان يجلب إلى نفسك السعادة، ترتاح، تنبسط، وأنت تشوف الناس تفرج كربها، والسبب هو أنت. أخيرا، اسعد نفسك بنفسك. يعني لا تحاول دائما فقط يعني تفكر في النكد. أعطيك مثال، تطبيق مثال. الحين غمض عينك. إذا غمضت عيونك وفتحتها ورأيت أنك تبصر، تراك أنت أفضل من 50 مليون إنسان على وجه الأرض ما يشوفون. احمد ربك، أنت عندك نعمة موجود. أنت الآن تستطيع أنك تقوم وتوقف وتمشي وتروح وتجي، تراك أفضل من 200 مليون معاق حركيا على وجه الأرض. شوف الأشياء الجميلة في حياتك واستمتع فيها. لماذا لا تنظر دائما إلا الجانب السيء؟ القمر هذا، وهو القمر، له جانبان: جانب مظلم وجانب مضيء، أليس كذلك؟ لماذا لا نفكر إلا بالجانب المظلم ونترك الجانب المضيء؟ في أشياء جميلة في حياتك استمتع فيها يا أخواني. عيشوا السعادة، والله معنا مقومات السعادة. ولذلك لا تقتل نفسك بنفسك بالهم والغم والنكد وتحمير الهموم. ريح بالك، اجتهد، اقرأ كثيرا عن السعادة، اسمع كثيرا عن السعادة، واربطها كلها بالله، لأن السعادة مقرها القلب. ولا يمكن أبدا أن يقول الله شيء وأصدق نفسي. الله ماذا قال؟ قال: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن هي قاعدة: ترتبط بالله يبعد الضنك عن قلبك، تبتعد عن الله والله ما تلقى السعادة، ستبتل تركض في دنياك
ولن تحصل إلا ما كتب الله. حبالك مع الله. أسأل الله أن يشرح صدورنا وأن يوفقنا لكل خير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور.